تغيرت تغير كبير. الحين صار أحلى شيء. هنيكم على الإبداع. أنا لو لحقته زمان 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 ما كان يحلم إن الرد بسكينة. أحسن وأحلى. أكثر فعالية أولاً. النافورة فيها عروض حلوة. أكثر فعالية عجبتني مسيرة الورد. كل شيء بصراحة جاذبني للأمانة. المطرب. العربات الموجودة لنقل المتمشين والمتنزهين داخل الحديقة. الورود ومستخلصاتها. الأجواء هي المشتهرة في الطايف بشكل غير طبيعي. والله معروف إنها مدينة الورد يعني الطايف. مهرجانات الورد. الوجه للجسم. العطور. استخدام الدهن. يستخدم موية الورد. شو العطور؟ معروف الطايف هذا بالعنب والرمان. أكثر فاكهة تعجبني البشر. التين الشوكي. الفراولة. الرمان.